والله ندى عليا جي 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 طرجت نزبل فيه انا نمشي جي جي صبر عجيجي قال لي صبر عجيجي عجيزك فين انا وسقتلو على وجهو وبداو دي انا لو عطاوك سلموني اياك لقاتلتوك دون رصاص حيت انا كنت مغيض عليه بزاف جاني بواحد انا لا يهمني ان كان مريضا او ليس مريضا الرجل يتوفر على ثروه عنده ثروه ماليه كبيره كان فين كان يتعالج في احسن الدول برا ماشي حتى هنا الرجل في راس مالو كذا الملاير على بوك ومخلي راسو في هذه الحاله هذه ويتظاهر بالتقوى والورع يعني شيء غريب وحوت اللي تعطى في المحكمه صريحات اللي قال في المحكمه ما تبين من الشركات اللي عنده على هادشي هادشي ما يضركش ديال البيض عنده شركة الزاج عنده شركة على هادشي اللي سمعنا حنا في المحكمة إنسان اللي سلف رئيس الأمن 200 مليون واش هذا ما عندوش أنا عندي الفلوس دابا علاش ما يمشيش على راسو هذا من هذا الجانب هذا عندي نوع من الحقد عليه كان يمشي عاوز نفسو ما كناش نوصلو لهادشي كامل ما كانش يوصل لهادشي كامل غريب ان انسان شبقي بهاد سادي بهاد الشكل هذا وسامح في راسو هذا انسان وقعت له يا حبوبه ناض في راسو يمشي للكبره ويمشي قلب ويكون ضعيف يمشي يتسلف باش يشري باش الكبره وانت عندك وما انتش في هذا العالم بقى نشوف في وسط شنو هو كيشوف لنا جر ضحايا حنا من ضمن الضحايا ديالو انت نقول لك انا والضباط والمفتشين حنا ضحايا ديال تبت لماذا؟ سبق لي وقلت في الأشرطة اللي سجلت أن الدرك الوقت اللي سلمه وجا المكتب راه كيوقع الكوري في نفس النهار راه الراجل مازال يشتغل هو الأشرطة حجيزات والتلبس كاين والفعل كاين وطلقوه وجا لعند عطاو للرئيس ديالو واش الرئيس ديالو واش غيدير ليه الرئيس ديالو جابو طلقوه البيرو ديالو خدم وقع وفدا هز الضباط المفتشين ورجع للدار إذن هادوك التسعود ديال العائلات راه هو اللي جمع عليهم انا دخلت في معمعه ومستنقع ما عندي به حتى علاقه جنا عليا انا ما فيها طبعا مشاركه ديال رئيس الامن لو كون ما كانش الكومبليسيتي ديال رئيس الامن ما كناش نوصلوا لهذا الشيء